جزء من شغلنا انه نتخيل العالم، نتخيل الحياة، نتخيل محل ما بعرف احلى اسعد اكبر اشمل اوسع مفتوح لكلنا، يعني للناس، للكوكب، للمخلوقات المختلفة. بالنسبة لي عائلة روكا هي أكتر زي طريقة كيف الواحد يعيش وكيف منعيش. كثير من الأشياء اللي منخاف منها بدنا نزدها بمساحة عائلة روكا. هو واحدة من أظن الأشياء اللي أنا طول عمري كثير بحبها وطول عمري كثير بخاف منها هي البرية، وبالتالي هي يعني البرية هاي الكلمة الكبيرة، يعني بين مشاعر الحب والرهبة والخوف هي أكتر محل مشاعري بتتحرك فيه. لأنه لما هيك بدب في الأرض المشي الخطوات هيك كل خطوة خطوتها بشعر إنه في زي تخاطب بيني وبين التراب. كثير مرات هيك بكون بجسمي بكون عم بسمع نفسي عم بشعر إجراي، في ألم بالعضلات، في ألم بالأوتار، في تنفس، نفس الوقت في سعادة، في شعور بالإنجاز إن أنا والله جسمي عم بخدمني، أنا بدي أطلع هاي طلعة وبطلعها، هطلع اللي بعدها وبقدر كمان أكمل، فبشعر إن أنا وجسمي عم يعني عم نتصاحب.